في دراسة أمريكية اتعملت إن أكل الصراصير ممكن يغني الإنسان عن أكل اللحوم ومنتجات الألبان، إيه رأي حضرتك في دراسة زي دي؟ لا طبعا ده حرام أساسا، الصراصير اللي ناكلها عمر ما في حاجة تغني عن اللحوم والألبان اللي خلقها ربنا، هناكل صراصير ده احنا بنضربها بالشبشب مش ناكلها. إن احنا بناكل الصراصير دي في العيش دلوقتي، فمتهيألي إن هي برضك هتدي بروتين برضك بدل اللحمة. والله اللي عمل الدراسة دي ياكل ويجرب ويقول لنا إحساسه. ما لو نزلت مصر هتبقى غاليه برضه، حاجه حلوه وارخص من اللحوم اكيد، وهنلاقيها عندنا في اي حته. لا صعب جدا، لا ما ينفعش طبعا.